فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد؟ أي نعم، التشييد تزيينها، تشييدها تزيينها وتصبيغها، ما يجوز لأنه يكره، يعني يكره لأنه يشغل المصلين ولأنه لا حاجة إليه. قال عمر رضي الله عنه: ابني للناس ما يؤويهم، وإياك أن تحمر أو تصفر، ما له قيمة ولا له داعي. هذه بيوت عبادة، ما هي بيوت مباهات وبيوت متاحف، لا، بيوت عبادة تكون فيها فيها القوة والمتانة لا بأس، لكن تكون فيها تواضع في البناء وفي، نعم، ما تشغل الناس في ذلك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.